سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل شاشة سوداء. شيئا، نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والبحث هنا عن تطبيق شيئا. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم. بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق شيئين، سوف يظهر على هذا الشكل. عندما تجدون هنا تحديد، قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم شيئين. هكذا نكون قد